قال لي جسال اش الرد اش الرد يا بوي فضل ايه مضادات صواريخ لا اله الا الله لا اله الا الله علم انا يا رجال صاروخ يقولون نضرب الله هناك بالخير يا اخويانا الصاروخ طاح في القمع جنب سكان الحرس الوطني القمع وشوف العالم على الجمهوريين الصاروخ انا رايح له خاش نصور لكم من قلب الحدث هذا هو دوريات الدفاع المدني عنده والحمد لله ابشرك لا في خسائر ولا في شيء طاح الا في خلل خالي